بلجيكا تقسو على رونالدو وتطيح بيه من اليورو في ليلة وداعية لرونالدو اليورو. تحزن واحد اننا خلاص رونالدو مش هنشوفه تاني في اليورو، وان رونالدو ممكن يلعب اليورو الجاي عادي جدا، بس النسبة كبيرة رونالدو دي كانت اخر يورو ليه، وللاسف ودعناه من دور 16. مباراة حزينة على كل عشاق كرة القدم مش عشاق رونالدو بس. فالنهارده نتكلم عن بلجيكا والبرتغال في اليورو، معاكم مصطفى، ودي حلقة جديدة من قهوة اليورو، ونتكلم النهارده عن بلجيكا والبرتغال. حطني رقم واحد في الهجاصين. مارتينيز مدرب بلجيكا بيبدا النهارده بال 3 4 3 اللي بيبدا بيها في كل الماتشات، ولكن في بعض التغييرات. اكسل فيتسل بيبدا النهارده كاساسي، هازارد بيبدا كاساسي، فيرمايلن بادي كاساسي. النهارده في كذا تغيير في التشكيله علشان يلعب بيها البرتغال. الناحيه الثانيه البرتغال نفس تشكيله تقريبا ماتش فرنسا، ولكن التغيير الوحيد هو لعب باليا بدل بيريرا وموتينيو والناس سانشيز. الاثنين نفس المهام وتقريبا نفس تشكيله مباراه فرنسا بالظبط. بس فرناندو سانتوس عنده مشكله. المشكله فين؟ ان ما عندوش لاعب في نص الملعب او مدي مهام للاعب في نص الملعب اللي هو جواو موتينيو ان يعمل ادوار برونو فرنانديز. برونو فرنانديز اللاعب اللي بيقدر يخش في المساحه اللي بتخلق ما بين نص الملعب وبين المدافعين، ويبتدي يستلم فيها ويلعب بكرات مباشره او من لمسه واحده، سواء على الجهه اليمين او الشمال او الجهه اللي بتبقى فاضيه وقتها. ففكره ان تخلي برونو فرنانديز جنبك على الدكه وتخلي جواو موتينيو موجود في ارض الملعب وتديله المهام بتاع برونو فرنانديز، مش هيعملها ومش هيعرف يعملها، لان جواو موتينيو لاعب نمره 8، ما بيعرفش يعمل مهام لاعب نمره 10. شفناها في لقطه من اللقطات ان في مساحه خلت ما بين اكتل فيتسل وتيليمانز. المساحه دي لو كان فيها جواو موتينيو اتقدم لقدام وخد خطوه علشان يستلم الكوره ويبتدي يلعب على الاطراف، كانت خلت مساحه للبرتغال وقدروا يوصلوا للجون بلجيكا. ولكن اللقطه دي ما حصلتش، او موتينيو ابتدى اللي هو مش فاهم هو بيعمل ايه. طب انا هلعب 8 ولا ابتدي اخد مساحات وابتدي العب من 10 ولا اعمل ايه؟ مهام جديده على جواو موتينيو. فانت راجل جنبك روبرتو، راجل جنبك برونو فرنانديز على الدكه وبتلعب جواو موتينيو ازاي؟ ظل الفريق قدامك، انت عارف ان انت الفريق اللي قدامك مش هيبقى محافظ او بيبقى فيه نوعا ما بعض المساحات سواء في دفاعه او في نص ملعبه. فانت ازاي بتفكر ان انت ما بتلعبش برونو النهارده؟ انا مش فاهمه. ممكن كان هو اللي لعبت بيه كويس العب بيه الماتشات اللي باقيه، اللي هو يخلي رينات سانشيز وموتينيو في ارض الملعب، الاثنين اللي عملوا مباراه كويسه جدا ضد فرنسا، ولكن ده ما اداش بثماره قدام بلجيكا. عملت اداء بغيظ، ولا كنت بتوصل لمرمى بلجيكا ولا عايز تستغل مساحه نص الملعب، وكمان في حريه لنص ملعب بلجيكا ان هو يستلم ما بين الخطوط بتاعتك كويس جدا، ويبتدي اللي هو ياخد الكوره في نص ملعب كويس جدا، سواء من دي بروينه او تيليمانز او اكسل فيتسل، او حتى كمان هازارد لما كان بيضم لجوه عشان يسيب مساحه لخروج هازارد اللي بيلعب وينج باك ناحيه الشمال. فانت اي نعم في الناحيه الدفاعيه انت حاولت تنظم الدنيا، لعبت بدالو علشان دالو يبقى يقفل على تورجن هازارد، وهازارد اللاعبين اللي بيبتدوا تماما يبدلوا في ناحيه الوينج باك عشان ما تعرفش انت مين اللي بيلعب عليك، مين اللي يخش جوه ومين يطلع لبره. وحصل كذا لقطه، وحتى لقطه الجول حصلت ان تقريبا طول الشوط ان هازارد الكبير بيخش لجوه وهازارد الصغير بيطلع لبره، وهازارد الكبير بيخرج لبره وهازارد الصغير يخش لجوه. وحصل في لقطه الجول لما هازارد الكبير خرج لبره وهازارد الصغير دخل لجوه، وشوط شوطه عالميه بتلف لفه غريبه جدا وبتخش في الجول عالمي لبلجيكا. بس قبل الجول الفكره ان انت مش عارف توصل الكوره لمهاجمينك، برناردو وجوتا ورونالدو. اوقات كتير بنشوف رونالدو بينزل لتحت قوي 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 عشان يبتدي يستلم الكوره وهو اللي يحرك اللعيبه. ليه؟ لان اللاعبين اللي موجودين اللي بيعملوا مهام هجوميه وبيلعبوا دور بوكس تو بوكس، ريناتو سانشيز وجواو موتينيو، الاثنين مش عارفين يعملوا مهام اللاعب نمره 10، مش عارفين يستغلوا المساحه اللي ما بين الخطوط. ريناتو سانشيز بيلعب لاعب نمره 8 كويس جدا، كويس جدا، اللي هو ينقل لك اللعب من الناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه كويس قوي، لكن تديله مهام اللي يلعب نمره 10 يبتدي يلعب لك صناعه لعب مش بتاعته. القوة الوحيدة مش بتاعته، ممكن تكون بتاعة ريناتو برناردو سيلفا، ممكن تدخل برناردو سيلفا بدل موتينيو وتسحب موتينيو وتنزل مثلا جواو فيليكس، كان ممكن تعمل توازن ان انت تلعب ببرناردو ببرونو ببرناردو سيلفا وجنبه سانشيز لاعب يعمل ادوار هجومية ودفاعية كويس جدا، وتدي الحرية لسيلفا ان هو يتقدم لقدام ويديك الحلول الهجومية يوصلك للمرمى بلجيكا. ولكن انت طول المباراة واقف بلا حيلة.
او اي نعم واقف تحت الكوره عشان تلعب على المرتده والمرتده مش عارف تستغلها، لان النهارده بنشيك كانش بتلعب دفاع متقدم، لا كان بتلعب دفاع متاخر راجع خطوتين لورا عشان ما تديش مساحه لرونالدو او جوتا او برناردو سيلفا ان هم يروحوا المرمى. وفعلا الدور الشوط الاول تقريبا البرتغال ما وصلش لمرمى بنشيك غير في كوره او كورتين، ومش خطيره كورتين مش خطار يعني، ولكن باقي الشوط انت ما وصلتش مرمى بنشيك بكره خطيره، بل بنشيك الفرصه اللي كانت خطيره اللي وصل بيها على الجول سجلها فرق النهارده بتسديد جول كسب بيه الماتش، وصل بيه دور الثمانيه في مباراه كانت ممكن تكون فرناندو سانتوس الجبان كان ممكن يستغلها كويس جدا ويوصل لمرمى البرتغال، يوصل لمرمى بلجيكا كتير ويسجل كتير، لكن فرناندو سانتوس اللي بيقولوا ايه ان هو جبان يعني مش عارف يستغل الاسلحه اللي معاه، معاه اسلحه جباره سواء من جوتا او برناردو سيلفا او برونو فرنانديز او نيفيز او جو فيليكس او اندريا سيلفا، عنده كوكبه من اللاعبين مميزين جدا، ولكن انت ما استغلتش اي حد منهم في ثلاث مباريات بتوع دور المجموعات، بتقدم اداء غريب وده مجرد بتقدر تخطف جول بتخطف هدف، ولكن بتخطف مباراه يعني تخطف 3 بونت، ولكن المباراه اللي بعدها المانيا بتضربك بالاربعه في لقطة غريبة جدا على البرتغال، وفي الاخر مباراة تعادل مع فرنسا بمباراة كانت يعني فريقين او منتخبين او مدربين جبناء، فقد ان هم يطلعوا مباراة متعادلين، لكن النهارده انت قابل فريق بشراسة هجومية، النهارده مارتينيز عمل اللي عمله تقريبا ضد الدنمارك بالظبط، اللي هو خلى لوكاكو يبقى مايل ناحية الشمال نوعا ما شوية عشان يسحب معاه روبن دياز، لما يميل ناحيه الشمال لوكاكو على جوريرو ويسحب مع روبن دياز هيفضي مساحه في العمق سواء لهازارد الكبير او لدي بروين، اللي هم يخشوا ويكملوا في المساحه دي ويسجلوا، حتى لو ما يقدروش يخشوا في المساحه دي ويسجلوا الكره الطويله اللي تلعب من دي بروين او من تيليمانز او من اكسي فيتس او اي لاعب من بلجيكا يلعب كره طويله في ضهر المدافعين للوكاكو، لوكاكو بيقدر يحط جسمه كويس جدا يخش لقدام ويعدي ويحط جول. بطوله كانت ممكن تكون افضل للبرتغال، ولكن فرناندو سانتوس كان عنده راي اخر، كان عنده راي اخر تماما. والناحيه الثانيه مارتينيز لحد دلوقتي مش مقتنع اقتناع تام ببلجيكا، بلجيكا ما قدمتش المستوى اللي اقول لك هو ده الفريق اللي ممكن ياخد اليورو في الاخر. انا عم كمان في البطوله صعدت كاول مجموعه قدرت تطيح بالبرتغال وتطيح برونالدو ورفقائه خارج البطوله، وهتلعب المباراه الجايه ايطاليا، للاسف المباراه الجايه ما بين بلجيكا وايطاليا هنضطر ان احنا نفقد فريقين تقال سواء بلجيكا او ايطاليا. نعم بلجيكا لسه ما قدمتش المردود المطلوب او المردود المتوقع، ولكن بلجيكا سيظل فريق كبير، سيظل فريق متوقع ناخد البطوله مرشح من ان هو ياخد البطوله في الاخر، وايطاليا بتقدم اداء كبير جدا في اليورو، فاحنا للاسف المباراه الجايه هنفقد حد من الاثنين زي ما فقدنا رونالدو النهارده. فرناندو سانتوس مدرب جبان قوي 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 قوي، اتمنى البرتغال تطيع بفرناندو سانتوس قبل كاس العالم وتجيب مدرب يليق بالبرتغال ويلعب كوره هجوميه للبرتغال يخلي شكل جمالي في اخر ايام رونالدو مع المنتخب ويستغل الاسلحه اللي في ايده. بصراحه هارد لك لكل مشجعي رونالدو، هارد لك لرونالدو نفسه، وهارد لك لكل مشجعين وعشاق البرتغال في الوطن العربي، ومبروك للمنتخب بلجيكا، منتخب كبير، منتخب كبير لو قدر يكمل ويعدي ايطاليا بنسبه كبيره ممكن نشيل بلجيكا في الفاينل السنه دي، بس في الاخر ده راي شخص واحد في مباراه بلجيكا والبرتغال. وقول رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك، هل بلجيكا قادره على طاحب ايطاليا الاطاحه بايطاليا وتوصل للسيمي فاينل، ولا ممكن ايطاليا تعمل المفاجاه وتطيح ببلجيكا؟ قول رايك في الكومنتس، والحلقه بنص الشمس تعمل لايك عشان توصل على الحلقه لاكبر عدد من الناس، اول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه على الجرس يجي الحلقات اول باول، طبعا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، سبسكرايب تحت، وعيش على فيسبوك وتويتر كمان مصطفى، اشوفك الحلقه الجايه، سلام.